منها. اول شيء راح اسبق المعكرونه، راح ننزل المي، رشه ملح، نخليها ربع ساعه على النار. وهلا نحضر البشاميل. اول شيء راح ذوب الزبده، ننزل الطحين شوي شوي، نخلطه منيح. الخطوه اللي بعدها بننزل الحليب تدريجيا، نضل نحرك باستمرار لبين ما يتقل القوام. رشه ملح، فلفل اسود، وشويه من جوزه الطيب. خلطه سريعه، هذا هو القوام المطلوب. نقطع شويه بصل، بدنا كمان كم سنتون، زيت زيتون، وشويه زبده. ننزل البصل والثوم، نحركهم شوي. قطع صدر دجاج لمكعبات، وبنزل اللحمة، وبنقطع كمية منيحة من الفطر. أول ما تستوي اللحمة بنزل الفطر، رشة ملح وفلفل أسود. بنجيب البايركس، أول طبقة بشاميل، والثانية دجاج، وآخر شي المعكرونة. بنحط عليها طبقة من الجبنة، وهلا على الفرن.